ايه يا تامر، اول واحد لما انت تقرر تتجوز هتكلمه وتعزمه بنفسك وتتمنى انه يحضر فرحك؟ اول واحد اعزمه مش هديك شخص، هديك حازم اللي يعني اللي هيبقى مبسوط لي فعلا، وده ملهوش علاقه بقى بشخص مشهور او مش مشهور او معروف او مش معروف. دي ممكن في ناس في حياتنا بتبقى عارف ان هم بيحبوك قوي وحابين يفرحوا لك. يعني حتى من الخطط اللي انا عايز اعملها، انا عايز اعمل فرح بعيد جدا عشان اللي يجي لي فعلا اللي عايز يفرح، اللي عايز يبس مش هيجي عشان يجامل. انا مش عايزك تيجي تعمل واجب، انا عايزك تيجي عشان انت مبسوط لي فانت عايز تحتفل معايا باليوم ده. اجابه دبلوماسيه مهاره. عايز اسماء ناس. اسماء ناس؟ تكلميني وتعزميني لازم يكون. لا اصل انا اصلا مودية جدا، فانا ممكن اللي انا اقول لك عليهم دلوقتي بكره ما يبقوش في حياتي، فانت تطردني. لا بص، احنا نتفق على حاجه، الاقربون اولى بالمعروف. ماشي، احنا الاهل والاصدقاء المهمين اللي بجد هيفرحوا لنا من قلبنا، بس اقول اسامي ايه؟ ربنا يديك طول العمر. نفسك تقضي شهر العسل فيك؟ يعني دوله او حتى لو جوه مصر، يعني مكان تقدري تحب ان انت تقضي فيه شهر العسل؟ بص انا ما هو برده دي زي فتى الاحلام، الحاجات دي كل سنه بتتغير او كل ما تكتشف منطقه بتتغير. انا زمان كنت مياله اكتر للجزر والميديترينيان، الحته بتاعتنا يعني. دلوقتي بقت مياله يعني مثلا اندونيسيا، ايجا بقى، اسيا بقى، والحته والنيتشر والطبيعه والكلام ده. انا اعتقد انه الاماكن اللي فيها طبيعه هي الانسب للهاني مونرز. صح ولا ايه؟ صح. مش عارفه انا بقول صح.